هذه الأشجار العملاقة الراسخة المتجذرة اكتشاف فسيفساء فلسطينية من العهد البيزنطي يؤكد تجذر الغزويين في الأرض والتاريخ والحضارة. على أرض إحدى أقدم مدن العالم عثر مزارع فلسطيني على هذا الاكتشاف الأثري بعدما لاحظ أن جذور شجرة الزيتون التي غرسها في أرضه لا تنمو بطريقة صحيحة. أثره الفضول لمعرفة سبب ذلك، وأخذ يحفر حول جذعها بهدوء حتى اكتشف أحد أهم الكنوز الأثرية في غزة على الإطلاق. هذا الاكتشاف لم يبرزه علماء الآثار. كان هناك رجل يحفر ذات يوم في حديقته وصادف قطعة من الفسيفساء وقام بتمديد العمل، فوجد نفسه أمام أرضية فسيفسائية رائعة في حديقته، وهي بالتأكيد أجمل أرضية وجدت في غزة وتم الحفاظ عليها بشكل استثنائي. وبعد اكتشاف جزء من هذه الفسيفساء الذي كان متسبباً في ميل الشجرة المذكورة آنفاً، استهوى الفضول رغبة الفلاح سليمان واستمر في الحفر لأيام مع ابنه حتى برزت هذه اللوحة الفسيفسائية بأبعادها الكبيرة حتى بلغت مساحتها 500 متر مربع. بحثت في النت، كان يعني استعانت بابن أخوي على أساس أنه إله في أمور النت، فعرفنا أنه هذه اللي هي فسيفساء وتابعة للي هو العهد البيزنطي. ومحتويات هذه الفسيفساء الحية الألوان المبهرة والتي بها 17 أيقونة خرافية تؤرخ لحيوانات فلسطين القديمة أثناء العهد البيزنطي. والفسيفساء المكتشفة ترصد مشاهد الحياة اليومية الفلسطينية آنئذ، وكيف كانت الحياة عامرة أصيلة وعريقة لإنسان راسخ في التاريخ وثابت في أرضه كهذه الأشجار. هناك براعة فائقة وعناية كبيرة في عمل الزخارف. على سبيل المثال، تم تمييز الحيوانات بخط من بلاط الفسيفساء الأسود لإبرازها، وعندما تنظر عن كثب إلى الزخارف المختلفة تلاحظ اهتماما حقيقيا باختيار الألوان. وهناك تظليل، والريش مثال على ذلك. هناك بطتان مجسمتان في اللوحة، إنها فسيفساء استثنائية. هناك براعة، وهذا يوضح أيضا شيئا عن المواد التي تم استخدامها. وتتوالى القصص التاريخية المجسدة للحياة الفلسطينية الثرية والمتنوعة، ولعل الحديث مع المختصين مفيد غير أنه أفيد مع أهل الأرض. بحافظ عليها، يعني بعتبرها كنز وأغلى من الكنز، لأنه إرث فلسطيني، إرث يشهد على أن أرض فلسطين تكتنز حضارات من مختلف العصور والحقب الزمنية، وتشكل لوحة فنية إبداعية تنطق بكل الثقافات والحضارات التي مرت من هناك. إلا أن عراقة المنطقة التاريخية وأصولها العريقة لم تجنبها الطمس وتخريب المحتل، ما يثير الدعوات إلى حماية الآثار بشكل أفضل في قطاع غزة على غرار باقي مناطق العالم. لكن حصاراً صهيونياً همجياً وممنهجاً على أراضي فلسطين منعها من ذلك، لتبقى الصدفة الطريقة الوحيدة لاكتشاف الكنوز الأثرية على أرض الحضارات فلسطين. وها فسيفساء غزة تروي عراقة الإنسان ورسوخ قدمه في هذه الأرض، متماهياً مع جذور زيتونها، مضيئاً كزيتها، نافعاً ناجعاً فيه بركة وعبرة وتاريخ للأولين والآخرين.